السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بالطاولة المغناطيسية. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي ربع كوب خل وربع كوب زيت الزيتون أو زيت نباتي، ونصف ملعقة شاي زنجبيل ونصف ملعقة شاي كزبرة مطحونة. الزنجبيل هو عرق حار متوفر بالعراق. نصف ملعقة شاي فلفل أحمر حلو بابريكا، ونصف ملعقة شاي كاري، واثنين سن ثوم هرستهم، رشة فلفل أسود، وواحد ملعقة أكل ملح، وواحد ملعقة أكل معجون الطماطم. خلطت هاي المواد، الخلطة لذيذة جدا. وعندي هنا 4 فخذ دجاج تقريبا 1.5 كيلو. هنا غطست الأفخاذ بالخلطة، يعني غلفتها بيها، هنا رجعت هاي الأفخاذ للكاسة نفسها اللي بيها الخلطة، وراح أغلفها بنايلون وأحتفظ بيها بالثلاجة، أما من الليل للصبح أو قبل ساعتين. يعني أنا هاي سويتها قبل ساعتين والظهر بديت أشويها. هنا عندي هاي الطاولة المغناطيسية، ضفت لها قليل من الزيت النباتي، وخليت هاي الأفخاذ وخليتها على نار متوسطة، على حرارة متوسطة، خليتها على حرارة متوسطة، وكل وقت كل فترة يعني دقائق 5 دقائق 6 أقلب الأفخاذ هاي بهالصورة. من بعد ما أقلبها فترة أفحصها بالشطل أشوفها مستوية لو لا تبين عندي، وإذا شفتوها ما مستوية وطوا النار وابقوا قلبوها إلى أن تستوي زين، وتتأكدون أنه تحمصت بهالصورة مثل ما تشوفون. كل فترة أفتح الطاوة أقلب الأفخاذ وبعدين أغلق الطاوة، وهكذا إلى أن كملت وصارت بهالصورة محمصة ولذيذة جدا. وأنا قليت بوتيتا، سويتها على شكل فينجر وزلاطة وقدمتها، وهذا شكلها النهائي. جربوها إن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.